كابتن طارق اشمعنى النادي الاهلي؟ يعني كابتن طارق لما حب ياخد تجربه او يخوض تجربه تعلم كانت داخل النادي الاهلي. اشمعنى النادي الاهلي؟ ده حط تحتها يعني 10 شروط، لان اولا كان الفترة اللي انا اخترت فيها النادي الاهلي كان هو رقم واحد في افريقيا. 10 سنين كان يعني متفوق على او متربع على عرش الكرة الافريقية. اعتقد 4 5 2004 5 6 كده صح؟ وانا يمكن كنت في بداياتي وما لقيتش احسن من النادي الاهلي، لان كان عشان تقدر تثقل موهبتك التدريبية لازم تخرج بره. فما كانش عندي وقت، لان انا كنت متولي لحرس الحدود. ايوه. وكان مستر مانويل جوزيه كورونا يعني تاريخ في الحته النقطه دي بالذات، لان دي نقطه انتقال بالنسبه لي. ايوه. انا حتى في داخل اداره حرس الحدود ما تنساش كان له عبد الرحيم الله يرحمه. الله يرحمه. وجه لي اللوم ان انا رحت لل على اساس ان انا مدير فني في الدوري الممتاز. فانا كنت شايفها بمنظور تاني مختلف. ايوه. ان انا كنت لسه في بداياتي ومحتاج ان انا اثقل نفسي من الناحيه التدريبيه وان انا اكتسب شخصيه المدرب. ما لقيتش احسن طبعا من مستر مانويل جوزيه ان انا اروح اكسب هذه الشخصيه، خاصه ان هو كان رقم واحد في مصر ورقم واحد في افريقيا. الاهلي كان مهيمن على البطولات في افريقيا ومهيمن على البطولات في مصر. فما لقيتش من احسن واحد تقدر تاخد منه خبراته غير مستر مانويل. وصراحه هذه الشخصيه ما زالت يعني لها يعني في قلبي يعني جزء كبير جدا، لان ساهم في نجاح شخصيتي من البدايات. لان اول حاجه قال لي ان هتبقى مدرب كويس. مظبوط. واستقبلني استقبال كبير جدا جدا في النادي الاهلي، وحتى كان هو دايما بيقعد في اوضه الجهاز الفني وكان بيقعدني معاهم الجهاز الفني. يكفي الاستقبال بتاعه، ويكفي ان هو كان بيسال عليا، ويكفي ان هو كان انا ذات نفسي كنت شغوف ان انا اتعلم، وهو كانش بيبخل عليا صراحه، وكان بيسال عليا حتى لما بغيب في ماتشات. طبعا كان في تحضيرات للنادي الاهلي انا كنت بفضل ان انا ابعد يعني على اساس ان هو ياخد ده. هو كان بيسال كان بيسال كابتن احمد ناجي يعني في الفتره دي طارق ليه ما بيجيش وكلام من ده. حاجه الثانيه الصدف لعبت يعني او القدر لعب، خاصه بعد الفتره اللي انا قضيتها ان انا اتقابل مع النادي الاهلي في دور 16 مظبوط في كاس مصر وانا خرج النادي الاهلي. ما كانش زعلان، بالعكس كان اول مره مستر مانويل يقوم من على الدكه ويروح يسلم عليا ويقول لي انا مسافر البرتغال وعاوزك تيجي تاخد اجي الاقيك واخد الكاس. والحمد لله يعني يمكن يعني مخيب ناس ظنه، وهو كان انا متخيل ان هو كان سعيد. سعيد بالتجربه، لان هو كان بيقول لي يعني معظم مدربين مصر يعني ما بيحبوش يتعلموا، مفكرين ان هم متعلمين. فانت طالما انت عاوز تتعلم انا مش هبخل عليك باي شيء. وعلمك كل حاجه يعني اللي حضرتك. والله شوف الفتره طبعا ما كانتش كبيره، حوالي اسبوعين، لان طبعا انشغال النادي الاهلي كتير جدا طبعا، وانا كنت طبعا منشغل مع الفرقه، فكنت يعني بختار الاوقات اللي انا فاضي فيها عشان اروح للنادي الاهلي. فعشان كده انا برد عليك اشمعنى النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هو قمه الهرم في الكوره في مصر. نعم.